إلى ملف آخر، حيث يعرض العشرات من رؤساء الدول والحكومات طموحاتهم لمكافحة الاحتباس الحراري في قمة افتراضية تهدف إلى استئناف الجهود بعد 5 سنوات من توقيع اتفاق باريس. سيشارك هؤلاء القادة بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينغ وممثلون عن الشركات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية في هذه القمة التي تنظمها الأمم المتحدة وبريطانيا بالاشتراك مع تشيلي وإيطاليا. هذا وسيفتتح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القمة التي تأمل أن تكون خطوة على طريق المؤتمر الدولي 26 للمناخ المقرر عقده في نوفمبر من العام المقبل في غلاسكو في مقاطعة اسكتلندا البريطانية. عبر الهاتف المزيد من المتابعة الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أهلا بك يا دكتور. دكتور وفيق، هل أنت معي؟ طيب، إذا يعني واضح أن هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور وفيق. ما زلنا نتحدث مع حضراتكم عن قمة المناخ. كما ذكرنا سابقا، عشرات من رؤساء الدول والحكومات سيقومون بعرض طموحاتهم لمكافحة الاحتباس الحراري في هذه القمة الافتراضية التي تهدف إلى استئناف الجهود بعد 5 سنوات من توقيع اتفاق باريس. هؤلاء القادة سيشاركوا بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل والرئيس الصيني شي جين بينغ وممثلين عن الشركات والمجتمع المدني والشعوب الأصلية في هذه القمة التي تنظمها الأمم المتحدة وبريطانيا بالاشتراك مع تشيلي وإيطاليا. مرة أخرى عبر الهاتف المزيد من المتابعة دكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة. دكتور وفيق، أهلا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا. نعم، يعني إذا مضى 5 سنوات منذ توقيع اتفاق باريس للمناخ، دعنا نذكر ربما من يشاهدنا بهذا الاتفاق، تفضل. الاتفاق ده طبعا كان في 2015، اتفقت كل الدول على تقليل الانبعاثات الكربونية علشان نحد من الارتفاع المتزايد لدرجة حرارة الأرض من النتيجة للاحتباس الحراري ما تزيدش عن 2 درجة مئوية. المؤتمر يعني الاتفاقية دي ما تمتش على خير لأنها حصل لها صعوبات كتيرة ودول كتيرة انسحبت منها، لكن احنا لسه بنعود ليها. والذكرى اليوم ليها تحديات كبيرة جدا. أولاً، 2020 هي السنة الثالثة على التوالي لارتفاع درجات حرارة الأرض لتقترب من 2 درجة مئوية، يعني الحد اللي قالته الأمم المتحدة، يعني خلاص احنا بقينا على المحك. تاني حاجة، في دول كتيرة أعربت عن الوصول للمصطلح اللي هو زيرو إيميشن في 2030، إن احنا نوصل لزيرو إيميشن. فالعالم كله دلوقتي بيبص لأمريكا للدخول في الركب علشان بعد الانتخابات الأمريكية هل في تغير في سياسات أمريكا في الموضوع دون، لأنه أمريكا دولة مهمة جدا وانبعاثاتها كبيرة جدا. وربما كان يعني نوه جو بايدن إلى أنه سيعود إلى اتفاق قمة المناخ، وكانت هذه نقطة اعتراضية بأنه سيقوم بضخ 2 تريليون دولار تقريبا. دكتور وفيق، بالظبط، احنا لسه طبعا السياسات امريكا ما اتضحتش لغايه لما نشوف بعد نتيجه الانتخابات بالكامل وبعد ما نشوف مين اللي هيبقى في البيت الابيض في 20 يناير. طيب يعني بتفضل يا فندم، بتفضل. ثالث حاجه، اعرب البرلمان العالمي للبيئه على لسان الامم المتحده ان البشريه بيشنوا حرب انتحاريه على الطبيعه. بمعنى دكتور وفيق؟ يعني لسه لغايه دلوقتي احنا متاخرين جدا في السباق مع ازمه الكورونا، مع ازمه المناخ، ودينا شفنا كمان وباء الكورونا والأسوأ والقادم أسوأ، لان احنا لسه لغايه دلوقتي وانا بقول لك اهو على الهواء لم نسير على الركب الصحيح بالنسبه للعالم كله طبعا. نعم. طيب، أول الحلول في هذا الموضوع هو السيطرة على الزيادة السكانية الهائلة. العالم كله الزيادة السكانية بتزيد بطريقة غير طبيعية، ولغاية دلوقتي ما فيش في اتفاقية التنمية المستدامة بتاعت الأمم المتحدة
بند يحد من الزيادة السكانية واضح وصريح. طيب دكتور وفية، خلينا نفهم الناس يعني لمن يشاهدنا بطريقة بسيطة، ليه الزيادة السكانية بتؤثر على المناخ أو ما يتعلق بالاحتباس الحراري وما شابه؟ بصي حضرتك بـ 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 بشرح بسيط جدا، احنا في خلال 200 سنة زدنا من مليار ل 8 مليار. يعني 200 سنة ده يعني في عمر البشرية ولا حاجة. فزدنا زيادة سكانية هائلة في وقت قصير جدا. صحيح. فهذه الزيادة السكانية بتعمل إيه؟ أولا بتقضي على الموارد الطبيعية للكوكب. ما هو الكوكب محدود بموارده. وكمان زيادة في المخلفات بطريقة غير طبيعية، وزيادة في الانبعاثات وعلى رصائل الانبعاثات الكربونية وغاز الميثان وكل الحاجات اللي بيستخدموها البشر. فبالتالي ده اللي أدى للاحتباس الحراري. طيب خليني أعود إلى فكرة الولايات المتحدة الأمريكية، كنت يعني تتحدث في فكرة وربما قطعتك دكتور وفيق فيما يتعلق بأن عودة الولايات المتحدة الأمريكية سيكون له تأثير على هذه الاتفاقية، لماذا دكتور وفيق؟ أولا انبعاثات الولايات المتحدة تعتبر انبعاثات لا يمكن تجاهلها، لأنها تمثل تقريبا 30% من انبعاثات الكوكب الكربونية. ثانيا دخول أمريكا وهي دولة عظمى في هذه الاتفاقية بيدي انطباع لباقي الدول في أن هي تنضم أيضا، لأن لما انسحبت أمريكا في السابق الصين انسحبت وروسيا انسحبت ودول كتيرة ما يعني كانت فضل بس دول في أوروبا وكندا اللي في الاتفاقية لغاية دلوقتي، وهم دول اللي هم حاطين برنامج للزيرو إميشنز في 2030. ولكن مشاركة الرئيس الصيني في هذه القمة ماذا تعني دكتور وفيق إن كان هناك انسحاب من قبل؟ هو دلوقتي الصين عملت يعني تغيير كبير جدا في 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 سياساتها سابقا، وحاليا هي بتبدي استعداد قوي جدا لأنها كمان مش بس تشارك في هذا الموضوع ولكن تقود المسيرة. يعني باعتبار ان امريكا ما هياش في الركب دلوقتي، فالصين داخله بحيث ان هي تقود المسيره في ان هي بس لازم موافقه امريكا في ان هي تخش برضه. نعم. ليه؟ اصل الدول العظمى دي مش بس ان هي هتحد من انبعاثاتها، لا ده كمان هتساعد الدول الناميه زي مصر في ان هي تخش معاه في الركب بمساعده ماديه، لان احنا لو استغنينا عن الوقود الاحفوري اللي هو البترول والغاز الطبيعي والفحم، فبالتالي احنا محتاجين الطاقه الجديده والمتجدده. صحيح. ومحتاجين دعم لهذا. طيب ما المفترض يعني ان تنتج عنه هذه القمه، القمه يعني التي تاتي بعد توقيع اتفاق باريس بعد 5 سنوات، هل منتظر قرارات ام فقط مجرد مناقشه ايضا لبنود الاتفاقيه؟ هو احنا بنشوف اللي وصلنا ليه للان بعد 5 سنين، ومين التزم بالاتفاقية ومين ما قدرش يلتزم، كل الحاجات دي كلها بيعملوا سكيدول لهذا، وطبعا خطة مستقبلية للقادم، وطبعا تصور مبدئي لما أمريكا ترجع تنضم تاني للاتفاقية إزاي حيمشوا الدعم المادي للدول النامية وكل الحاجات دي. بس طبعا احنا بناخد بقى دلوقتي الكلمة اللي قالها سكرتير عام الأمم المتحدة في ان احنا البشرية بتشن حرب انتحارية على الطبيعة. يعني كلمة دي قوية جدا، يعني لازم كلنا نبدأ نفوق بقى، لأنه إن إحنا عايشين كلنا في كوكب واحد، وإن الأزمة زي أزمة الكورونا ما بتبقاش محدودة في دولة، لا. نعم بالتأكيد. بتنتشر في العالم كله. صحيح. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، شكرا جزيلا لك.